قناة شوق عتافي، مرحبا بكم. اليوم معايا ميس جولد 2018، كنقول لها مرحبا بك. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو على الاستضافة اليوم مع أشواق. شكرا لأشواق على الحضور ديالو معنا في هذا الحفل الشيق. ابتسام، كلمينا على التجربة ديالك في ميس جولد 2018. فكانت واحد التجربة اللي شيقة، كانوا فيها بزاف ديال المعاناة باش أنه قدرت نحصل على اللقب اليوم، وها هو الحضور ديالي اليوم أكيد هو اللي غادي يبين لكم النسبة اللي ضربت فيها كما كنقولوا باللغه ديالنا تماره باش انه وصلت لهاد النيفو اللي انا فيه اليوم. شنو تقدر تقول لنا على المقومات اللي كتحتاجها ملكه الجمال او ملك الجمال اليوم في المغرب؟ فكما ذكرت سبقت وقلتها وكنقولها ديما، فملكه جمال المغرب وبالاخص من ذهب، فضروري ما انه خاص تكون عندها واحد المستوى ثقافي، تكون عندها نسبه الجمال، واكيد الحضور ديالها وطريقه الكلام ديالها في الحوار ديالها مع الناس. إذا اللي فهمنا بأن ملكة الجمال ما كتبقاش غير بالجمال الخارجي، وإنما أيضا الثقافة وبزاف المقاييس أخرى. شنو النصيحة ديالك اللي تقدري تقولي للناس أو البنات اللي كيطمحوا أنهم يكونوا ميس ولا مستر جولد؟ فنصيحتي لي ميس ومستر جولد اليوم كنبغي نقول لهم تابروا، راه لكل نهاية بداية، فماشي أنه اليوم ما خديتوش لقب كتعني أنها نهاية، بالعكس ما هي إلا بداية، لأنكم توصلوا لواحد الهدف كنتو كيدايرينو في بالكم. هذه الحاجة اللي نقدر نقول. ما شفتيش التتويج ديالك جا من وراه كورونا، ما تأثرتيش بالعكس؟ بالعكس، من وراء التتويج ديالي صورت بزاف ديال الحوايج، صورت فيديو كليب مع سعيد صنهاجي سلطان الطرب الشعبي اللي كنوجه ليه تحية وكلمة شكر، وصورت مع سعيد صنهاجي سعيد النصيري، صورت مع بزاف ديال لي زارتيست. نقدروا نشوفوا ابتسام في عمل فني تلفزي او سينمائي؟ اكيد ان شاء الله، ان شاء الله مع مرور الوقت، علاش لا، ان شاء الله. شنو التوجه ديال ابتسام اليوم؟ فين غادي تراسي لو شومان ديالها اكثر؟ فبطبيعه الحال من اليوم ولا من هنا المستقبل. فبطبيعة الحال كما كتعرفوا وكما كيعرفوا الناس اللي متبعيني انه الزواج ديالي غياخذ لي بزاف ديال الوقت في الحياة الشخصية، فغادي تجيني شوية صعوبة أنه نختار ما بين الحياة الشخصية والحياة المهنية. إن شاء الله كنتمنى الصيرورة والنجاح من هنا القدام والتوفيق ليا، هادشي اللي كنتمنى. حنا كنتمنى لك كذلك التوفيق. ابتسام، شنو تبغي تقولي للجمهور ديالك عبر موقع ولا منبر أشواق عتافي؟ فكنبغي نقول للجمهور ديالي من موقع أشواق تيفي، كنبغيكم بزاف، شكرا على السند ديالكم ليا وعلى الحب ديالكم ليا وعلى الثقه ديالكم فيا. سي تو. alors مريم قرضاوي ميس جولد 2017-2018 et ambassadrice ميس جولد 2021. انا جيت سعيده بحضوري اليوم في هذا الحفل ديال ميس جولد 2022، وكنتمنى لكاع المتشاركات ان شاء الله انهم يوفقهم الله ان شاء الله، وبيان سور راه كلهم رابحين اليوم، يعني كاع اللي وصلت للفينال راه رابحه اليوم. وي الوغ انا كنشجع اي بنت عندها الجراه وعندها الشجاعه انها تشارك في حال المسابقات، لانه بحال المسابقات ماشي سهل باش انه اي بنت تشارك فيهم. فاي بنت كتشوف ان عندها مؤهلات سواء ثقافيه تعليميه جمال الوجه جمال الشكل لباقه في الهضره، ف
فبيان سور من حق انها تشارك في هذه المسابقات لانه كيعطيوها واحد الافاق باش انها تشارك في عده تظاهرات في عروض ازياء، ممكن تولي ممثله، ممكن تولي مغنيه، الله اعلم. انا قبل ما ندخل المجال، قبل ما نشارك في المسابقه كنت كنشارك في المجال الجمعوي لانه كيعجبني وخصوصا الاجتماعي، ومن بعد بقيت في هذا الشيء وتوجهت شويه للتمثيل وبيان سور عروض الازياء، هذا هو الاتجاه ان شاء الله. ان شاء الله قريبا اكيد في عمل مغربي ان شاء الله. تلفزيون هذا رمضان ماشي اكيد، لكن ان شاء الله قريب ان شاء الله. كنوجه الجمهور لجميع الشعب المغربي، وكنتمنى يا ربي تالي هذه الجائحه ديال كورونا ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه يا ربي، امين. والله يشافي الجميع والله يرحم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.